النهاردة معانا موضوع غريب جدا جدا عن الحمام اللاحم. موضوع أول مرة الشكوى دي تجيني. تعليق من للأخ سلامة بيقول عندي انتاية لاحم تبيض، ترقد يومين ثلاثة وتقوم من على البيض وتستعد للبيض تاني، والبيض مخصب كل 10 أيام، يعني النتاية بتبيض كل 10 أيام، بس مشكلة إنها بتنام يومين، ترقد يومين على البيض وبعد كده يومين ثلاثة وتقوم تاني عشان تستعد للعيش تاني. ليها حاجة تأخر البيض لغاية ما البيض يفقس، يعني هو عايز يأخر البيض. شوفوا كلنا بنجري على ان الحمام يبيض وهو عنده الحمامة، بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد يا اخي سلامة. مش بنحسد، بس احنا بنقول للناس الفيديو ده للناس اللي هي مش مصدقة ان الحمام اللاحم بيلحم، لا ده كمان فيه مشكلة ان الحمامة عايزة تبيض على طول زي الفرخة، مش عايزة ترقد على البيض يومين ثلاثة وعايزة تقوم تبيض تاني. طيب انا رديت عليه طبعا، قلت له طبعا ان احنا كلنا نتمنى كده، انا شايف انها ميزة يعني مش عيب تستغلها تاخد بيضها كل مرة تحضنه تحت قص تاني. رد قال لي ان المشكلة ان ما عندوش حمام تحضين واضح، مفيش عنده حمام تحضين، وساعات يرمي بيض الحمام عشان يحط بيض الحمام اللاحم، بيحصل اي حاجة يعني تبوظ الموضوع ده، ان هو نفسه ان هي تحضن بيضها. انا قلت له ما ينفعش، ان انت طبعا رديت على ان هو بيحط البيض تحت اي حمام، قلت له ما ينفعش تحط البيض غير لحمام بيض في نفس اليوم او فرق يوم، يعني يوم سابق يوم متأخر مش مشكلة ان كان قبلها بيوم او بعدها بيوم. ولو الحل بقى هوت، قلت له لو بتحط اي فيتامينات او منشطات للبيض امنعها، ولو مربيهم سايب خليهم لوحدهم في سلاكة وحاول تداري عليهم وبعد ما يبيضهم، يعني يداري عليهم ان هم يخلوهمش يشوفوا النور قوي، يعني لان في ناس بتنور النور جامد بالليل وبالنهار، فانت حاول تخلي الدنيا عندهم الليل ليل والنهار نهار، ممكن يكون ده السبب. وبرضو لو انت مربيهم سايب حاول تخليهم في سلكات، ممكن يكون ده السبب، او ممكن اقول لك ايه، ممكن تكون حمامة تانية لو هم سايب تكون حاجة تانية هي اللي بتبيض تحتهم وعايزة تاخد نفس العش وانت مش اخد بالك، الله اعلم، انا ما عرفتش انت مربي سايب ولا مربي في عيون او في سلكات. يعني المهم توفر لهم الهدوء، الحمام اللاحم عايز سلكات يا جماعة، توفر لهم الهدوء في مكان حتى ما يكونش فيه فيران، ما يكونش فيه حشرات، وفر لهم مكان هادي وانت هتاخد منهم احسن انتاج، يعني بسم الله ما شاء الله. هو فعلا احنا عملنا الفيديو ده للناس اللي مش مصدقة، احنا عملنا قبل كده فيديوهات لما قلنا اللاحم يعني لا زغليل وزغليل او زغليل وبيض، اللاحم يعني دايما تلاقي معاه بيض او بيض وزغليل او زغليل كبيرة خلاص هتتفطم وزغليل التانية فقست كمان، ايوة، فدايما ان شاء الله تلاقي معهم زغليل وبيض على الاقل، يعني ان ما كانش زغليل وزغليل. انا اقول له لو هي النتاية دي مضايقاك ما انتش عارف تتصرف فيها، هات وانا اجيب لك نتاية تانية من عندي. اي حد يتمناها النتاية اللي هي بتبيض على طول دي، يا رب تبيض زي الفرخة واحنا ناخد منها بيضها كل يوم، هنحضنه تحت الحمام. بس زي ما قلت لحضرتك اهم حاجة ان الحمام يكون بيض في نفس اليوم اللي انت بتحط فيه البيض. شوف حضرتك هنعمل ازاي، هي بيضت البيضة الاولى زي كده مثلا، دي البيضة الاولى، هنجيب حتة قطنة نحطها في علبة كده، نفردها في العلبة ونحط نشيل البيضة نحطها في العلبة كده ونغطيها بامان، دي اول بيضة مثلا، تمام. انت هتحضنها تحت حمام تاني، بس استنى عليا هقول لك تعمل ايه. ورجع وتحط لها بيضة بلاستيك، دي بيضة بلاستيك اهو، ده البيض البلاستيك او بيضة فاضية من عندك، اي بيضة تحطها، يعني لو بيض فارغ يعني عينه للحكاية دي، او تحط لها بيضة فارغة وتعلم البيضة الفارغة عشان لما تبيض البيضة التانية تبقى عارفها، تمام. وبعدين لما تبيض البيضة التانية يبقى بيضة البيضة التانية حطينا لها البيضة البلاستيك علشان تبيض عليها، خلاص بيضة البيضة التانية تروح اخد البيضة التانية محتفظ بيها في علبة زي كده، خلاص برضو نفس البيضة مع اختها.
ممكن تحتفظ بيهم في الجو اللي احنا فيه ده مثلا اسبوع عندك في اي مكان في العلبة وتغطيها كده في امان لحد ما اي جوز عندك يبيض او جوزين يبيضهم عشان البيض يطلع كله في وقت واحد ويأكل الثلاث زغاليل. فانت هتعمل ايه بقى؟ هتروح تحط لكل واحدة بيضة واحدة بس عشان يبقوا ثلاثة، تمام؟ او عايز تشيل منهم بيضة تشيل البيضة، فعشان ما ترميش بدل ما بترمي البيض يبقى هتعمل كده. وليكن مثلا هنحضن تحت النتادي، هي بيضة البطين التانية النهاردة انا حطتهم لها زي ما برضو عملت موضوع البيضة البلاستيك، البطين دول اتحطهم لسه محطوطين دلوقتي. اجيب البيضة بتاعت اللحم هتخليهم تلات بيضات، يبقى دي اللي انا شايلها مثلا بقى لها اسبوع، ما تخافش مش هيحصل لها حاجة، الجو مش حر ما تحطهاش في مكان سخن ولا حاجة، حطها في مكان طبيعي وليكن مثلا انت اضرب بيتك يعني تروحش تحطها جنب البوتاجاز، تمام؟ المهم ان هو كده حطينا البيضة التالتة والبيضة اختها برضو، نشوف قص تاني بار في خلال يومين في خلال تلات ايام، المهم البيضة بتاعتنا محدش رقد عليها في نفس الوقت تقوم حاططها يبقوا التلات بيضات كده ان شاء الله يقومهم كويس قوي. بس هو لازم تبقى عارف في الحمام التحضين، لو عندك حمام زاجل هو احسن حمام للتحضين، هيحضنهم لك ان شاء الله ويكبرهم باذن الله. ولو في حمام تاني لاحم برضو يكون افضل، خلي البطين يبقوا تلاتة وممكن يبقوا اربعة، بس زي ما قلت لك اهم حاجة يكونوا في نفس الوقت، يبقى انت ما فيش قدامك غير انك تشيل البيض تعينه في علبة زي ما قلت لك وتحضنه في الوقت المناسب مع البيض التاني لما الحمام يبيض. طيب هي النتاية اللي الاخ بيتكلم عليها دي طبيعية كده انها تعمل كده، في حمام بيعمل كده، احنا بنقول ان الحمام اللحم فيه بيحصل فيه طفرات احيانا دي بس، لكن دي اغرب حاجة ان احنا نشوفها، دي اغرب طفرة ان احنا نشوفها ان هي كده بقت زي الفرخة ان هي بتشتغل للبيض بس، ودي مش حاجة وحشة، لكن اللي محتاجة منك بس ان انت تحضنها. واللي احنا شفناه اللي سمعنا عنه لغاية اللي هي بتلحم بعد ما فقست زغيلها واكلت زغيلها لمدة 6 ايام او 7 ايام، عندي من 12 يوم لحد 20 يوم. طب هي عملت كده ليه؟ انا قلت له لو بتحط فيتامينات او منشطات للبيض امنعها، يعني مثلا انا بحط جروفيت بلس، بحط سيلينيوم، بنحط ثنائي فوسفات الصوديوم، انا بقول احرمها شوية النتاية دي لو انت عايزها على البيض، ووفر لها سلاكة وابعد عنها النور وابعدها عن الحمام اللي بيعكسها وابعدها عن الفران والحشرات، وان شاء الله هترجع تكون تاني كويسة ما يكونش في اي مشكلة باذن الله. اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو علشان يوصل لمعظم الناس، انا محاسس ان انتم مكسلين معايا قوي، احبكم في الله واستنوني في فيديوهات تانية ان شاء الله.